أنا المشكلة التانية النهاردة اللي جت بلسان الأستاذ محمد علام من محافظة المنوفية، واللي بيشتكي من إنه هو بينتمي لنقابة التجاريين وخرج على المعاش من سنة 2019 ولم يحصل حتى الآن على المعاش. تعالوا نتعرف على مشكلة أكبر بلسان الأستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟ معاك محمد علام. اتفضل يا أستاذ محمد. العضوية 6928 في نقابة التجاريين. يا أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. بلغت سني 60 في 4/1/2019. يا أهلا وسهلا بيك، اتفضل. تقدمت بورق المعاش يوم 21/1/2019. تمام. ولما بسألهم قالوا لي أنت تسأل على المعاش بعد 3 سنين، بقول لهم ليه يا جماعة 3 سنين؟ ده حتى إحنا نكون متنا ويعني ما حدش هيطلب المعاش بعد كده. حضرتك توجهت للهيئة العامة للمعاشات ولا توجهت لنقابة التجاريين؟ لا 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 لا، النقابة ده تأمين معاش نقابة. معاش نقابة. معاش نقابة التجاريين. تمام. قالوا لي اسأل بعد 3 سنين. اسأل بعد 3 سنين عشان تاخد أول معاش ولا بتاخدهم بعد كده مجمع مثلا؟ عشان أعرف هصرف ولا مش هصرف. يعني ايه هصرف استاذ محمد؟ معلش عشان بس الكلام، يعني ايه هصرف ولا مش هصرف؟ هو حضرتك كده كده كنت مشترك في النقابه والمفروض ان انت ليك معاش. انا مشترك في النقابه بقالي 38 سنه. طيب يعني ايه بقى هصرف او مش هصرف؟ ولا هم قالوا لك بعد 3 سنين مثلا عقبال ما يجي الدور عقبال ما يخلصوا الاجراءات؟ اسمعني حضرتك، انا دلوقتي بقول لك حضرتك، بقول له هصرف المعاش امتى؟ قال لي اسال عليه بعد 3 سنين. تمام. طلبات حضرتك؟ رحت بعد 3 سنين قابلت المدير الاداري اللي عمره 70 سنه، طلعني لمدير عام النقابه اللي بعرضه عمره 70 سنه، قال لي احنا لسه دلوقتي بنصرف للناس اللي هم بلغوا المعاش في 2017. يعني انت لسه قدامك سنتين كمان. يعني انا لسه قدامي سنتين اكون مت، ورغم ان المعاش استاذ محمد ربنا اولا يديك طولة العمر. خلينا بس اولا بشكر حضرتك على المداخله، وهنحاول ان شاء الله نحل مشكله حضرتك. ومعانا الاستاذ المحترم رئيس النقابه التجاريين بالقاهره الاستاذ الدكتور حافظ الغندور. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بزميلنا الاستاذ محمد علام، ربنا يديله الصحه يا رب. الحقيقه هو محق في شكوته، واحنا يعني ضجينا بالشكوى لكل المسؤولين في مصر عشان نفس الموضوع، لانه احنا حاسين ان احنا مظلومين وزمايلنا كلهم بتوع المعاشات مظلومين. المشكله باختصار احنا بقالنا 30 سنه بنحاول نعدل القانون عشان نعدل الموارد اللي فيه عشان يسمح بصرف المعاشات للناس. الحقيقه ما نجحناش لحد مؤخرا، من حوالي مثلا 3 سنين ولا حاجه الحكومه مشكوره تقدمت بمشروع لتعديل القانون موجود في البرلمان الدورة اللي فاتت، وجددته مشكورة الحكومة الدورة ديت عشان نعدل الموارد عشان نقدر نصرف المعاش في ميعاده. الحاجة التانية المؤسفة اللي ما قالهاش زميلنا الأستاذ محمد برضو، إن المعاش اللي بيتكلم فيه ده أو اللي هو عايز ينتظره اللي هو الناس متأخرة فيه لحد 17، ده قيمته 50 جنيه في الشهر مع الأسف. وأنا بقول الكلام ده وكل أسى يعني. يعني انا بس هتدخل، هي بصرف النظر ليا 50 او 100، هو حتى 50 دي ما تعتبرش قيمه معاشيه يعني لاي حد. ولو حتى ليه جنيه احنا بنتكلم في الحق. انا قلت لك ان هو محق في شكواه، ودي شكوتنا كلنا. وزاي اللي مش هو بس، يعني اكيد في الوف منه او الوف زيه كده. كل اعضاء النقابه يا فندم بيعانوا من نفس المشكله، بيعانوا من حاجتين: قيمه المعاش وتاخر صرف. تاخر صرفه بقى نتيجه ايه؟ نتيجة ان حضرتك القانون ما تعدلش، وبالتالي انا ما عنديش موارد. بعدم وجود الموارد ده بيحصل ايه بقى؟ ان انا بضطر استنى لما اكون دفعة تتصرف واروح صرفها. فالدفعة دي ساعات تتكون في سنة، ساعات تتكون في سنتين، فمع التراكم بيحصل التأخير ده. التأخير ده حصل على مدار ال 30 سنة، مما ادى الى اننا متأخرين دلوقتي بنصرف للي خرجوا معاش في سنة 17، وكل ما الوقت بيمر بينا من غير تعديل القانون التأخير ده هيزيد. يعني اللي بدل ما يستنى 3 سنين هيستنى 4 سنين، هيستنى 5 سنين، وهكذا طول ما القانون ما تعدلش. لأنه احنا عندنا القانون بتاعنا يا فندم بيتكلم على طابع ب10 مليم، وبيتكلم على طابع ب100 مليم. طب هو مش في مقترح لتعديل القانون ده؟ ايوه يا فندم، ومقدم من الحكومة كمان. حضرتك بتقول من 3 سنين. ايوه يا فندم، في الدورة اللي فاتت ولسه ما اتخذش حد فيه دلوقتي، وجدد في الدورة الجديدة. وكمان علاوة على دي كمان عندنا زميلين تجاريين، واحد منهم تقدم
بالاثر التشريعي للقانون في مجلس الشيوخ، ورحنا وناقشنا في اللجان، وزميله اخرى تجاريه تقدمت باللي هو طلب التعديل بعشر الاعضاء بيمضوا، وبرضه موجود دلوقتي، وبعتوا للوزارات والوزارات ردت، ومستنيين يردوا علينا بقى يتناقش في اللجان، وبعدين نشوف بقى يخش اللجنه العامه امتى. لكن مفيش ما نقدرش ندي ميعاد محدد في الموضوع ده. الميعاد المحدد يقدر يدوه لنا البرلمان يا فندم. واحنا بنناشد المسؤولين ان هم ينظروا بعين يعني العطف والتقدير للناس اللي فنت عمرها دي من التجاريين، وينظروا في موضوع تعديل الموارد في القانون عشان نعدل المبلغ وعشان ندي الناس المتاخرين. بشكر سيادتك، وبنشكر الدكتور حافظ الغندور رئيس نقابه التجاريين بالقاهره. واللي انا عايز اقوله، إذا كان الأستاذ محمد ليه 50 أو ليه 100، فكل واحد المفروض ياخد حقه، وكل واحد مسؤول المفروض يعمل اللي عليه. لما يبقى القانون بقاله 3 سنين علشان يتعدل، ده موضوع صعب جدا. فاصل ونرجع لكم في فقرتنا.